ياسر بدينا تفضلي. سي الدولمي مرحبا بك على قناه شوف تي في، كي داير؟ شكرا، الله يطولك عمرك. كنشكر شوف تي في وجميع القنوات المغربيه من طنجه للقويره ومن الحسيمه للقويره ومن وجده للقلقل، كاع الصحافه كنبغوها ونموتوا عليها. الدولمي جيتي تلاقيت معايا وقلتي لي الفيديو ديالكم ذاك النهار كان في يعني عطى واحد الفيديو ديالنا لا ذكرى لما ما نتكلموش عليه، نتكلموا على الماتش ديال اليوم حدا وقتي. الفيديو كان ناجح والحمد لله، تنتمناو داك الفيديو يزيد يوصل. راه هادشي هو اللي بغيت الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس، باش حنا ما نبقاوش نتحصروا، لان اي دوله في العالم كي يحترموا دوك الناس المحركين، ما يمكنش ترميه في الكرياج. حنا تنقولوا اي دوله في العالم كنمشي ليها كيعطوني المنصه اللي بغيت، خصنا نحترموا وخصنا تكريم. ومن هذا المنبر راه الدولمي 46 سنه، راه اقسم بالله خوتي المغاربه الا كنقول لكم الا الحق الا الحق، كنت لاباس عليا بخير وعلى خير، ولادي كبروا وبقى لي مشكل الحمد لله، لا داعي ذكرى هنا، ولكن الله يرضي على ولادي ويرضي على مرتي ومسامح الكلش. مي انا كنت لاباس عليا، طاحت بيا، دابا راه كنمشي للمغرب تنكري الوطيل 100 درهم، ما كنطلب والو من التكريم ديالي 60 عام، ومرض السكر ومرض القلب، كنطلب الا بيت وكويزينه ولو تكون عربيه، لان الا كنتو تكرموني تنموت، كاع لا تكرموني، كرموني ما حدي باقي واقف. كونت شحال الجماهير كنت كنمشي بوحدي تكونات على يدي، ولكن دوك الجماهير كنحبها. الله يكثر الجماهير المغربيه وعاش المملكه المغربيه. واللي كنتمنى هذه رساله، رساله راه الدولمي ما عندي حتى بيت، راه ما طلب والو في الدنيا، بيت وكويزينه ولو يكون في العروبيه، فين لا جيت للمغرب كنبات في الاوتيل 100 درهم. زيد. اما بخصوص المباراه سي الدولمي اليوم، مباراه اليوم. المباراه ديال اليوم ان شاء الله الاسود، هذيك المباراه كانت ضعيفه الصراحه ما تنكذبوش. التكتيك كان شويه ضعيف، كنشكروا السيد الكراكي وكنبغوه، لان كل مدرب بره يعطيك بره ما يعطيكش. مي المقابله ديال اليوم مصيريه، يمكن لك الا غلبتي الكراكي اليوم باربعه ولا خمسه غدير واحد القدم في كاس العالم. في نظرك شكون اللي كيستحق الرسميه اليوم؟ والرسميه هذه كتبقى للمدرب، المدرب هو اللي في نظر السيد الدولمي. بحكم انت مشجع قديم وعارف في نظري الرسميه كنطلب من السيد الكراكي واحد الحارس معنا تما، ما عمرنا سمعنا منه كلام خيب، ولد اهلنا بعد 20 عام المونديال روسيا، المحمدي منير، انسان مهذب محترم. هذاك السيد ما عطيناش القيمه اللي لعب مع بلجيكا، وكان سبب تاهل دومي فينال اللي ما عرفيناش المغاربه. هذاك منير ما عمرو تكلم قال الكراكي دخلني ولا ما دخلني، ولكن السيد الكراكي الا كان مدرب كبير راه من احسن المدربين في افريقيا، خصو بعد المقابلات يبقى يدمجوا، خاصة المقابلات الحبية ما دخلش. تطلبوا من الكراكي باش يدير سوا سوا بين جوج حراس عالميين اللي هو محمدي وبونو. حنا ماشي ضد بونو، لا، لان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذاك السيد المغاربه غناو على بونو، غنينا عليه كاملين، ولكن ما عمرنا سمعنا شي واحد غنى على المحمدي اللي كان هو السبب ديال المربع الذهبي. كانت عندنا ان بوان ان بوان، الا خسرنا دكنا كندا غيكون المورال هابط، لان هذاك منير انا عندي، اسمعوا اخوتي المغاربه، راه شد تا هو البينالتي ديال نيمار وشد البينالتي ديال بنزيما وما درناش عليه دجه. ورساله للمغاربه، منير المحمدي انسان محترم مهذب يحب الضعفاء بشهادات الظلمي، انسان كامله فيه جميع الوصفات ديال لاعب كرة القدم عالمي. سيد الظلمي التوقع ديالك المباراة اليوم؟ المباراة اليوم النتيجة 4-0 للفوق. 4-0 للفوق؟ انا قلتها. شكون تتوقع انه غيماركي؟ غادي ماركي اللي غيكون بيتو راه غادي ماركي، لان انا ما عندنا في الصغير دياز زياج، عندنا اللعابة تبارك الله كبار، عندنا الحمد لله الدفاع، عندنا الكور، عندنا فرقة رابعة عالميا. راه ما هاد الماتشات اللي لعبناه في كاس افريقيا
في كوت ديفوار راه طيحت قيمه الربيع في العلم. اذا اليوم خصنا نصلحوا مع الجمهور. كنطالب السي وليد باش يتصالح مع الجمهور، وحنا راه معاك وغنشجعوا من اول دقيقه الى اخر دقيقه. والشكر الكبير للرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس، لولا بفضله لا بترجع اي رياضه. والشكر الكبير للسيد القجاع، الرجل العملي اللي كنحبوه ولكن كنطالبوا منه باش يديروا لنا لي بادج. حنا مشجعين جمعيه الاسود وما بقوش يحبسونا في الباب، راه كيتعداو الناس السي القجع. الله يطول لك عمرك، راك انسان كيحبوك المغاربه وكنحبوك، رجل جدي عملي حديدي، وغتكون رئيس الكاب ويمكن لك تكون رئيس الديفا من عندي. انا كنعترض بك، ما كتعطيني ما كنعطيك، ولكن كنعترض بك على العمل ديالك الجدي. شنو هو الراي ديالك في الاداء ديال المنتخب في هذه الاونه الاخيره؟ الراي انا من كوبا افريك ما عجبونيش الصراحه، لان حتى السيد الكراكي خصو يبقى يبدل الكوار، لانه كيقراو بونو كيلوحوا ليه كوره لتحت. راه كنقول الحق، انا بونو حارس عالمي ولكن راه لتحت راه والو، خصو يزير راسو لتحت. فين كاين الخلل؟ بونو تيشد الفوق ولتحت عاقوا به ولاو تيسيفطوا عليه لتحت، ولكن بونو كيبقى ديما حارس عالمي. حنا ما كنعايروش، غير كنقولوا اصلاحات باش المنتخب ديالنا يكون قوي. بونو في القلب، المحمدي في القلب، وجميع الحراس المغاربه في القلب. حنا ما كنعايروا حدنا، حنا بغينا يكون عندنا منتخب قوي اللي يشرف هذه المملكه اللي تابعنا كاس العالم، تابعنا كوبا افريك، وان شاء الله باذن الله اليوم 4-0. الشعب يريد 4-0، والخريطه ديما الخريطه ديما لغوا. وانت كمشجع شنو هو الراي ديالك في التصرف ديال النصير وزياش؟ التصرف انا ما نقدش نقول شي حاجه، هو التصرف ما خصوش يكون داكشي، ولكن كتبقى الحكم للمدرب والجامعه كره القدم، انا لا دخل ليا. في نظرك علاش داروا داك التصرف؟ التصرف هذيك اولا انا كنشكرهم الصراحه، انا ما خصنيش ندخل في هادشي. كيبقى الحكم جامعة كرة القدم والمدرب، أنا بعيد من هادشي. التصرف هي ما يعجبنيش، ولكن أنا الله أعلم، يمكن الحمد لله غادي يكونوا مزيانين مرة أخرى إن شاء الله. وشكرا، حنا ما نخلقوش العداوة بين الفرق، بين اللعابة ديالنا، خصهم يتحدوا بعضياتهم، كلهم كنحبوهم وفيف لو ماروك، وديما ماروك اللي دار شي تصرف راه الحكم عند الجامعة وعند المدرب. حنا بعاد، حنا ماركي وسام بغينا غير البيوت، وبغينا غير البيوت. الله ينصر سيدنا. شكرا سيد الدرمي. والخريطة. شكرا جزيلا سيد الدرمي. خريطة. تحية تحياتي للسيد الدرمي.